أستاذ همام حسن، رئيس جمعية مزارعي القصب بالأقصر. برحب بحضرتك معنا أستاذ همام. اهلا بيك واهلا بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كريم جمعة، معنا على التليفون معاون وزير سامع. التموين. وقول لي إيه رأيك في الكلام، والمشكلة انتهت كده ولا لا لسه؟ احنا ايه عشان ما احنا الصعايدة دايما دول 8 مصانع بدأوا، وعدا مصنعين دول مواعيدهم متأخرة، يعني طيب. عشان عليهم مساحات صغيرة كويس، اللي هم جرجا ودشنا، لكن كل المصانع بدأت ولله الحمد النهارده بقى لها 3 4 ايام وانتجت سكر الحمد لله. عشان ما يقالش على المزارعين ان هم ضد الدوله او بيلوا دراع الدوله زي ما احنا سمعنا يعني. والسعر اللي وصلته فيه مع الوزاره مرضي يعني؟ خلاص حضرتك يا فندم، اقول لحضرتك على فضل حاجه، بس اتفضل يا حبيبي. السعر انا قيمه شرائيه او القيمه الاستهلاكيه للر 400 توزيها 800، لان انا عندي جراري بيستهلك مثلا بغير له زيت، يركن الزيت دوت بتاع الموتور كان ب 350، دلوقتي بس بغيره له ب 740. المحروقات الاخرى المشتقات للسولار والحاجات دي كله ده ارتفع، زائد العماله ارتفعت التكلفه. القصب ده زراعه سنه كامله مش زراعه 6 شهور زي اي محصول. وحاليا احنا مزارعين القصب هنورد حتى لو بسعر اقل من كده، لكن حقيقه السعر غير مرضي. ولكن انا ليا شاري واحد، شخص واحد بيشتري مني، محتكر شركة سكر والصناعات التكاملية، ما فيش مصانع أخرى بتشتري مني، فمضطر كويس؟ ففي احتكار. أنا لما أقول وزارة الزراعة تكلفة تقول 23,000 جنيه، تيجي شركة سكر تقول 12,000، فيش تباين في الفرق الأسعار. يعني شركة سكر تقول 12 وأنا وزارة الزراعة اللي هي منوطة بتقدير تكاليف زراعتي تقول 23 بسعر في ظل الظروف الحالية. يقول لك مقولة ثانية، سعر السكر الحر حاليا من المصنع يا أستاذة 11، سعر الطن 11,000 جنيه من المصنع. أي حد عايز يروح ياخد من المصانع في حالة وجود يعني توفره 11,000 جنيه. أنا ماليش علاقة بسكر التموين، أنا لا أدعم مستهلك السكر. كويس. في مردود علي يقول لك إيه ما تزرعش قصب يا سيدي. فعلا أنا ما أزرعش قصب السنة دي عشان الظروف المعيشية للناس والحياة الغالية، ما قدرتش تصرف على زرعها الناس، فهيقل الانتاج. وهتقول اتصل بيا الحاج همام في يوم من الايام 1,000,000 طن على السنه اللي فاتت، 1,000,000 طن دول ب 100,000 طن سكر. ماشي؟ انتاجهم المليون طن هيعملوا ازمه في السوق، ناقصهم. في السوق وقتها. ولكن اللي باكي على البلد وباكي على الدوله يدي كل ذو حق حقه. ماشي؟ عشان خطة مستقبلية، مش هيشني النهاردة وموتني بكرة. طب ما أنا بحث وبزرع قمح وكل المزارعين كده، السنة الجاية هينقص الدخل هني مصانع السكر عن القصب حدود 2 أو 3 مليون، السنة دي هيخس 1,000,001 نظرا للغلاء التكاليف. السنة الجاية هيخس 2 مليون وهكذا. يبقى أنا لما بعمل خطة أعملها مستقبلية. صح، عندك ولا حق وقتية. صح صح، كلام حضرتك مظبوط. يعني أنا دلوقتي بعمل خطة مستقبلية، طب وهل إحنا في اقتصاد حر ولا اقتصاد اشتراكي؟ عشان أنا أقول أرفع سعر السكر مقابل إن أرفع طن القصب، إيه علاقة طن القصب بالسكر؟ لا، واللي بنستورده من الخارج الطن يبقى بكام؟ يعني برضه علشان ما نكونش إحنا يعني بندعم الفلاح الخارج يعني، والمزارعين عندنا لا. بالظبط، على بال ما يوصلنا حدود 12 ل 13 جنيه يا أستاذ، يعني 13,000 جنيه طن.